متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير إلى تأثر المملكة بعدة أنظمة جوية، أهمها حالة عدم الاستقرار الجوي الجالبة لبعض الأمطار الرعدية على مناطق مرتفعات جنوب غرب المملكة التي كان جزء منها غزير، إضافة إلى بعض السحب الركامية الرعدية في مناطق ما بين القصيم والرياض، وكذلك الأمر في مناطق أقصى مناطق الشمال من المملكة. هناك موجات غبارية بعض منها كان كثيف، ودخول لبعض السحب الركامية على أقصى الحدود الشمالية الغربية من المملكة. إذن تتأثر المناطق بلاد الشام بحوض علوي بارد وكتلة هوائية باردة عملت على تشكل منخفض جوي بات منخفضا عميقا تحرك باتجاه الأراضي العراقية. أهم ما يميز هذا المنخفض بأنه يجلب رياحا نشطة وقوية إلى مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة، وأيضا يجلب معها أحوال جوية غير مستقرة. هذه خرائط توقعات الرياح مساء هذا اليوم. يتوقع أن تكون لدينا رياح قوية جدا على المناطق الشمالية، مسببة موجة غبار كثيف على المناطق الشمالية بما فيها منطقة الجوف. في ساعات الليل تكون الرياح تصل إلى مناطق قريبة من رفحاء وتكون ذات سرعات عالية بمشيئة الله تعالى. أما نهار يوم غد الأربعاء فكما تلاحظون عموم المناطق الشمالية من المملكة بما فيها الأراضي العراقية وبادية الشام ستكون على موعد مع رياح ما بين قوية إلى شديدة مثيرة للغبار بشكل كبير، لا يستبعد تشكل موجات غبارية كثيفة للغاية على شكل عواصف ترابية. ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتحرك هذه الموجات الغبارية لاحقا إلى داخل المناطق الشرقية، ومن ثم تصل إلى المناطق الوسطى، ربما تصل العاصمة الرياض مع ساعات مساء يوم غد موجات غبارية كثيفة تمع تدني مدى الرؤية الأفقية. سنشهد هذه الخرائط عبر خرائط توقعات الغبار، والتي تشير إلى ذلك هذه الموجة الغبارية المتوقعة تتحرك باتجاه منطقة الجوف هذه الليلة، ومن ثم لاحقا إلى كامل الحدود الشمالية، وتعمل على تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، وربما تصل إلى مناطق مثل رفحاء والحدود العراقية. لكن في ساعات الليل تدخل هذه العواصف الترابية باتجاه حفر الباطن وباتجاه الأراضي العراقية، لكن مع ساعات نهار يوم غدا كما تلاحظون موجات غبارية كثيفة على طول الحدود الشمالية من المملكة ناتجة عن سرعات الرياح الكبيرة جدا، ومن ثم لاحقا تدخل إلى المناطق الشرقية كما تلاحظون وتصل أيضا إلى داخل المناطق الشرقية وبما فيها العاصمة الرياض. بالنسبة لتوقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة، إذن الآن هناك زخات رعدية من الأمطار ممتدة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة إلى المناطق ما بين القصيم والرياض، وصولا إلى بعض المناطق الشمالية الشرقية بما فيها حفر الباطن. بعض الزخات الرعدية من الأمطار كذلك الأمر في المناطق الشمالية أو الحدود الشمالية. خلال ساعات هذه الليلة تكون الفرصة مهيئة، لكن بشكل ضعيف لن تشهد بعض الرياض بعض الزخات من الأمطار، وتبقى الأحوال الجوية غير مستقرة، والتي تتمثل بزخات عشوائية من الأمطار وليست منتظمة، قد تكون جزء منها رعدي. أما في ساعات نهار يوم غدا فيتحرك ذات الحزام المطري أكثر جنوبا ليؤثر على العاصمة الرياض، ولكن المميز بالأحوال الجوية غدا هو مناطق جنوب غرب المملكة من المتوقع أن تشهد أمطار رعدية شديدة الغزارة وتؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية في تلك المناطق بشكل كبير، وربما تكون من أقوى الحالات لهذا العام فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة بما فيها أيضا مناطق النجران، وتكون الفرصة كذلك مهيئة لزخات رعدية من الأمطار غدا في العاصمة الرياض وبعض المناطق الشرقية وصولا إلى بعض مناطق الدمام بمشيئة الله تعالى. يتحرك هذا الحزام مع ساعات المساء والليل جنوبا يصبح جنوب الرياض، وهذا يفسح المجال لتحرك موجات غبارية قادمة من الشمال باتجاه الرياض مع ساعات مساء يوم غد بمشيئة الله تعالى. هذه الليلة الأجواء تكون غالبا غائمة، هناك احتمالية كما ذكرنا لبعض الزخات العشوائية من الأمطار، درجة حرارة صغرى هذه الليلة 24 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة نهار يوم غدا نبدأها من المناطق الشمالية، إذا موجات غبارية في كل من الجوف وسكاكا وعرعر من 26 إلى 17، في تبوك من 29 إلى 16 درجة مئوية مع أجواء ربيعية دافئة. في جدة من 36 إلى 24، في المدينة المنورة من 38 إلى 24، في مكة المكرمة أجواء حارة من 40 إلى 28، أما في الطائف من 30 إلى 21 درجة مئوية. أمطار رعدية
شديدة متوقعة بمشيئة الله تعالى فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة نهار يوم غد الأربعاء. أمطار رعدية متوقعة في هذه المناطق، درجة حرارة في أبها 24 إلى 17 27 في الباحة، وفي جزائر 35 إلى 30. ربما تصل بعض هذه الزخات الرعدية إلى المناطق الساحلية. هناك تحذيرات جدية من جريان الأودية وتشكل السيول في كل هذه المناطق. بالنسبة للمناطق الشرقية في الإحساء غدا 40 إلى 25 مع أجواء حارة وغائمة جزئيا، في الدمام من 40 إلى 26 مع أجواء غالبا غائمة، وهناك فرصة لزخات محلية من الأمطار في تلك المناطق. في حفر الباطن 36 إلى 22 والأجواء مغبرة بشكل عام. أما بالنسبة للمناطق الوسطى، مناطق العاصمة الرياض من 35 إلى 24 أجواء غالبا غائمة مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار، ولكن تتميز الأجواء أنها مع ساعات الليل تصبح مغبرة للغاية بسبب وصول موجات غبارية. في القصيم من 39 إلى 20 درجة مئوية مع أجواء غالبا مشمسة. أما في حائل من 30 إلى 15 مع غبار خفيف نهار يوم غد، تصل بعض الموجات الغبارية بسبب نشاط سرعة الرياح إلى تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، في يوم الأربعاء من 35 إلى 24 أجواء كما ذكرنا، هناك فرصة لزخات من الأمطار في ساعات النهار، لكن هناك أتربة مثارة في ساعات الليل وأجواء مغبرة للغاية. تستمر هذه الأجواء المغبرة حتى نهار يوم الخميس مع انخفاض على درجات الحرارة بسيط، يعني تبقى ما بين 34 إلى 35 في ساعة 24 درجة مئوية. أما يوم الجمعة فينقشع الغبار وترتفع درجة الحرارة، تصبح 36 درجة مئوية في ساعات النهار و25 مئوية في ساعات الليل مع أجواء غائمة جزئيا. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في عموم مناطق المملكة. تحذيراتنا من جديد بسبب جريان الأودية وتشكل السيول في مرتفعات جنوب غرب المملكة، ارتفاع نسبة الغبار في بعض المناطق الوسطى مع ساعات المساء، والموجات الغبارية الكثيفة فوق المناطق الشمالية من المملكة. أتمنى لكم جميعا يعني مساء سعيد وأوقات سعيدة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.